عبر الهاتف من القاهرة تنضم لنا صاحبة مقطع الفيديو دكتورة رانيا فهمي، وهي الفتاة المصرية الصعيدية الشجاعة التي نجحت في سجن هذا المتحرش. أولا رانيا أهنئك على شجاعتك وقوتك. سؤالي، لماذا ركضت خلفه؟ ما خفتي مثلا؟ لا مش ما خفتش، عشان انا اتعلمت ان انا ازاي اعرف اخد حقي كويس. لا ما خفتش، بالعكس انا لما عمل حاجه زي كده لازم يبقى رد فعلي كده، ان انا ما ينفعش في حد كده يعمل يلمسني او يتحرش بيا واسيب. لا ما ينفعش، لازم امسكه واقاضيه كمان واخد حقي منه. طيب انت ركضتي لا شعوريا ولحقتيه لا شعوريا، ام يعني ماذا جرى بالتحديد يعني عندما تحرش بك؟ لما تحرش بي انا كنت ماسكه الشنطه في ايدي، دي اول حاجه فكرت فيها ان انا اضربه بيها، ضربته وحاولت ان انا امسك بيه واستغيث بالناس حواليا. تمام، ضربته وكان رد فعل ان هو اعتاد عليا بالضرب، رغم كده برضو ما حاولتش ان انا خليه يجري او يهرب، لكن حاولت الناس حواليا ان هم يهدوا الامور ويخليه يمشي ويهرب وكده. بالفعل هو هرب وكده. تمام، هو وقتها اتصلت بوالدتي تجيلي، يعني رحت المستشفى يعني بعد الاعتداء بالضرب، كان حصل كدمات وتمزق الأربطة في ايدي. نعم. عملت تكبيرة لإيدي وكده، رجعت البيت حاولت، انا كنت كل الوقت ده في موقف متماسكة في الشارع وبره، لغاية ما رجعت البيت انهارت طبعا من اللي حصل معايا. فكرت ان انا احاول اجيب صوره للشخص ده او اي معلومات عنه عشان اقدر اقدمه للمحكمه. نعم. فبالصدفه في المكان اللي احنا كنا فيه كان احد المحلات التجاريه كان عامل كاميرات مراقبه. تمام، اخذت كاميرات المراقبه، فرغت منها الفيديو اللي حصل من الواقعه نعم. وقدمت بيها باسم الشرطه وبعد كده في النيابه واخذت حكم المحكمه. طيب رانيا، وانت بتضربيه يعني ولما لحقتيه وضربتيه بالشنطه وحاولتي يعني الانتقام للحظه اللي شعرتي فيها بالتحرش، ماذا كان شعورك بالتحديد في هذيك اللحظه؟ حسيت من وقتها ان هو بيعمل حاجه وحشه، بيرخص مني، بيقلل مني، ان حسيت ان انا حد سهل، حد رخيص، ان هو يعمل معاه كده. لا، انا اهلي ربوني ازاي احافظ على نفسي كويس قوي، ربوني ان انا ابقى جواره، ربوني ان جسمك ده حاجه غاليه واحنا علمناك ازاي تحافظ عليه، حافظ عليه حتى لو اضطريت انك تموتي. طيب لا انتشار حافظ الفيديو برضه. رانيا، الانتشار نعم، الفيديو، انتشار الفيديو يعني ماذا يعني وماذا تقولين يعني، سواء عبر الآن عبر الشاشة الآن، ومن خلال انتشار هذا الفيديو، من خلال انتشار هذه الحادثة، من خلال عدم سكوتك، عدم صمتك، ركضك وراء هذا المتحرش وإلى أن نال جزاءه، ماذا تقولين لكل فتاة؟ بقول لكل بنت ممكن يحصل معاها حاجه زي كده، لا ما تسكتيش، لا لازم يبقى رد فعلك قوي. يعني حاجه زي كده بتاذيكي نفسيا وبتاذيكي وبتاذي اهلك معاكي، لا ما تسكتيش وحاولي تدافعي عن نفسك واستغيثي بالناس، ولازم تقدميه للمحاكمه عشان كل اللي زي ده يتعلموا ان هم ما يجوش ناحيه اي بنت مهما حصل. شكرا انك انت جزيلا لك، حاجه كويسه. أشكرك جزيلا دكتورة رانيا فهمي، فتاة مصرية صعيدية صاحبة مقطع الفيديو الذي انتشر عن نجاحها طبعا في الركض خلف المتحرش ونجاحها في سجن هذا المتحرش الذي تحرش بها. شكرا جزيلا لك رانيا.